هناك تأثيرات بلا شك لتمرد فاجنر على القوات الروسية في الحرب الأوكرانية. أول تأثير هو أنه قوات مجموعة فاجنر هي اللي كانت شايلة الحرب لسببين. السبب الأولاني أنه عدد المقاتلين كبير يصل إلى حوالي 25,000 وفي بعض التقديرات الأخرى 50,000. السبب الثاني أن مجموعة فاجنر اللي تم القضاء على التمرد بتاعها باتفاق بين الإدارة الروسية وبريغوجين اللي هو زعيم فاجنر مجموعة فاجنر، الكتيبة دي أو المجموعة دي كانت من أقوى المجموعات من ناحية التدريب ومن ناحية الخبرة ومن ناحية العمليات اللي عملتها على الأرض واللي كانت قادرة إن هي تعملها في السابق. طيب الإدارة الروسية عملت إيه عشان تتفادى المنعطف دوت؟ لأن ده منعطف خطير، يعني لما أنت يبقى عندك مجموعة أو كتيبة ميليشيا أو مجموعة من المقاتلين بيقاتلوا وعددهم 50,000 أو 25,000 وعدد كبير ومؤثرين وموجودين وبيضربوا وبيعملوا وفجأة ما بيبقوش موجودين، فتبقى مشكلة. فتم استبدالها بكتيبة اسمها كتيبة أحمد، والكتيبة دي كانت بتقاتل في الأرض الشيشانية لكنها ليست على نفس المستوى من ناحية حاجتين. أول حاجة من ناحية العدد، يعني كتيبة أحمد دي عدد مقاتليها 10,000 فقط، وكمان من ناحية التدريب والتموقع، قدرة على إحداث الخسائر والقدرة على أداء العمليات المطلوبة، فهيحصل فراغ على الجبهة الأوكرانية بسبب عدم وجود مجموعة فاغنر. مجموعة فاغنر مجموعة هي الأقوى في الحرب الأوكرانية الروسية، دي أقوى حاجة كانت موجودة. هيجي واحد بقى يقول لك ايه، طب القوات النظاميه يصعب جدا انك انت تزج بيها في معركه زي دي، يعني النوعيه دي من الحروب بتبقى محتاجه اكتر المجموعات المنفصله، بتبقى محتاجه اكتر المجموعات اللي زي مجموعه فاجنر اللي هي مجموعات مستقله بذاتها ولها زعيم وتحارب وتقاتل، وانت بتسيبهم بقى منهم للايه للعدو وخلاص، وبعدين بعد كده تشوف ايه اللي هيحصل. ف يعني ده تحول مهم جدا في الحرب الأوكرانية الروسية. شكرا.